عم حسن، بقول لك انا بكلمك عشان الوادي اللي قاعد قدام السيل، والمصحف الشريف في سيل هذا سايل، يعني ارتفاعه تاع من 2 ل 3 سم. والله بس وجاي له على من ناحيه السد من هناك ومن ناحيه هذا في النص فاضيه، فيش ناس، العيال تلعب على المنطقه غدير، يعني غدير مي. هذا حدث غريب في حياتنا، أول مرة تحصل، حتى جدودنا ما قالوش إنها تيجي 3 مرات في السنة. حادثة غريبة هذه، أول مرة تيجي 3، هو يجي ضعيف ولكن كون يجي هذه يعني حدث غريب. لكن كمية المية ما زي أي سنة. إحنا مرة إجا كان الوادي 12 متر وكان يجي أيام 6 متر وأيام ما وصل لغاية بس أحمد عرابي. بس الحين الوادي هذا مش وادي يعني، يعتبر يعني هذا بتالي انا الزياده اللي هو من السد الروافع. وادي كان في 74 كان طوله 12 متر وصل لغايه السكه ولغايه اكل الضاحيه كلها، كان 12 متر وقعد 15 يوم في بيتي يميها. كل بيوتنا اللي تحت هنا هذه كلها عند مسرح العرابي كليتها، والصحه المدرسيه ومراكب راحت ومزارع راحت، والكباري اي تاعت الجيش الانجليزي الكوبري تاع السكه الحديد راحت، قواعد كانت كبيره راحت تدمر، كان وادي رهيب. هي الحكومه عملت مراحل حلوه، عملت كوبريين وعملت سدود هذه، بس فضل عليها ان هي تستغل تعمل سدود زي ما الناس البدو في الصحراء بيستغلوها بسدود، ولكن بيعملوها بالرمال. ولكن مفروض الدولة لو عايزة تستغل المية هذه بتزرع عليها مزارع وتزرع عليها حاجات، وحتبقى أرض منتجة في السر والقوارير والحتت دي والإحفر، خاصة المية هناك نادي العريش عندك كبير، وادي العريش من البحر لغاية الإحفر، هذا وادي العريش. بالنسبة للبحر بتتغذى عشان فيها طينة، بتتغذى عليها السردينة، بعديها بيطلع احلى سردينه واحلى سمك. ليه؟ لانه ماده الطينه هذه بتغذى على السردينه. والله هنا كلها زراعات خفيفه اللي هو جرجير بقدونس عشان رمضان وشبت وكرات وكده يعني. والله هي حتسقي بعض الشعير اللي هو مزروع المطر،